السلام عليكم ورحمة الله، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي أحوال طيبة. الفيديو ديال اليوم غادي يكون الموضوع ديالو إن شاء الله هو العلاج ديال هبوط الرحم. كان سبق لي درت لكم فيديو على الأعراض ديال هبوط الرحم، وبزاف ديال الأخوات بقاو كيسولوني على شنو هو العلاج بالضبط. أنا كنت ديجا شرت له في هذاك الفيديو، ولكن ما هضرتش على تفاصيل بالضبط ديال العلاج. داكشي علاش قررت اليوم انني ندير فيديو كيخص هذا الموضوع هذا، باش كل وحده من السيدات كتعاني من هذا المشكل هذا يكون عندها فكره على شنو خاصها دير، ولا العلاج اللي غادي يناسبها هي باش هكا توجه ديريكتومون يعني البلاصه اللي غادي تلقى فيها العلاج ديالها. اول حاجه العلاج كيكون على حسب النسبه ديال الهبوط. كاين مثلا شي سيدات كيكون عندهم غير واحد الهبوط خفيف، ولا كيكون عندهم غير اعراض خفيفه اللي سبق ليا ذكرتها في الفيديو اللي قبل. هادو كيكون عندهم مثلا العلاج ديالهم كيكون علاج بسيط، يعني ما كيحتاجوش لشي امور اللي هي متطوره باش يعالجوا نفسهم. اول حاجه السيدات اللي كيكون عندهم هاد يعني غير شي شويه هبوط خفيف، ولا هما يعني الاطباء ولا الاخصائيين كينصحوا باش كيكون العلاج عن طريق تمارين كيجل. وتمارين كيجل راهم معروفين، يقدر اي وحده ديرهم يعني في اليوتيوب ولا في جوجل، ولا راه كاينين التمارين والطريقه باش كي يعني باش كيتمارسوا كتبعوا غير داكشي، وراهم ايفيكاس لهاد الحويجات هادو. تاني حاجه هما خاص يبتعدوا كل البعد على حمل الاثقال، يعني اي حاجه ثقيله ما يقربوش منها نهائيا وما يهزوش ثقل. ثالث حاجه هما يحاربوا يعني محاربه الامساك، يعني يحاولوا ما امكن ان الكرش ديالهم ما تقساحش، ويبقاو يشربوا الماء بزاف وياكلوا الالياف باش هكا ما يعانيوش من الامساك، بحيث هذاك الامساك بداك كما كنقول داك العصير بزاف راه كيقدر حتى هو يزيد يهبط لينا الرحم او لا الوالده كما كنقولوا باللغه العاميه. هذا هو يعني هذه الجهه الاولى، يعني السيدات اللي كيكونوا ما عندهم غير هبوط خفيف هذا هو العلاج ديالهم، يعني تمارين كيجل ويبتعدوا على الثقل ما يهزوش، ويبتعدوا يحاولوا انهم يحاربوا الامساك ويحضيو يعني انفسهم ويهتموا بالتغذيه ديالهم باش ما يوصلوش لدرجه الامساك اللي يقدر ياثر لهم على الوالده ديالهم وتزيد تهبط. ثاني حاجه في اللي كتكون في العلاج، واللي هي كاين واحد لاباغاي كيديروها في المهبل اللي كيكاليو بها الرحم، اولا كما كنقولوا باللغه العاميه الوالده، كيكاليوها وما كيخليوهاش يعني ما داك الكال كيخليها مشدوده في بلاصتها وما كيخليهاش عاد تزيد تهبط. وهذا الكال هذا بطبيعه الحال كيدار تحت مراقبه طبيه، وكيدار عند اختصاصيين ديال يعني اختصاصيين ديال امراض النساء. وهذا الكال هذا كما قلت لكم كيبقى يتبدل بشكل دوري، يعني الطبيب ديالك هو اللي كيقرر فوقاش هذاك الكال خصو يتبدل، باش هكا ما كيبقاش عاوتاني داك الكال يقدر يسبب لك في لي زانفيكسيون ولا شي حاجه. كما كتعرفوا حنا داك البلاصه كتكون عندنا هوميد، كيكونوا فيها كيكونوا الافرازات بزاف، داكشي علاش خصو يتغير بشكل دوري باش ما يسبب لكش فشي التهابات ولا شي حاجه، يعني خاصو يكون تحت مراقبه طبيه. ثالث حاجه واللي كيلجؤوا ليها بزاف ديال السيدات هي العلاج بالليزر، وهنا حتى هي خاص يكون يعني ماشي يكون شي هبوط نيت اللي ملحوظ، ولكن كيكون غير هبوط خفيف يقدر يتعالج حتى هو بالليزر. رابع حاجه واللي هي الجراحه، كاين بعض المرات شي سيدات كيكون ضروري انهم يديروا الجراحه باش كيرجع الشد ديال ديك الانسجه، ولا كيعاودوا يديروا زراعه ديال انسجه جديده باش هكا كيكونوا يعني ما كيكونوش صافي داك الانسجه ترخاو، يعني كيديروا لها انسجه جديده. سواء كتبرع لها بهم شي وحده، سواء انسجه ديالها نيت كيرجعوا يزرعوها لها بداك البلاصه باش كتشد ليها الرحم في بلاصتو وما كيهبطش. هنا هذه الطريقه يعني كتكون بالجراحه، هنا خلاص كيكون يعني الهبوط كيكون ملحوظ، داكشي علاش الاطباء كيوصلوا لهذه المرحله ديال الجراحه، يعني كتكون السيده ضروري انها خاصها تفتح اولا دير عمليه باش كيرجعوا يشدوا لها هذوك الانسجه وكيرجعوا يعني الوالده كما كنقولوا اولا الرحم لبلاصتو. اخر حاجه اللي هي كتكون في العلاج وهي اللي كنسميوها الاستيريكتومي. الاستيريكتومي شنو هي؟ الاستيريكتومي هي كيحيدوا الرحم كومبليتوم، يعني كيحيدوا الوالده كامله
كما كنقولوا باللغة العربية استئصال الرحم، يعني كيتحيد كامل هذاك الرحم، ما كيبقاش. وهنا كيكون يعني وصل لواحد الدرجة في الهبوط اللي ما يمكنش ليه أنه يرجع بلاصتها، حيت بارفوا كاينين واحد السيدات اللي فاش كتهبط ليهم كي كيقولوا طاحت ليها الوالدة بالعامية، فاش كطيح ليها الوالدة كطيح كاع، يعني كتخرج لها حتى مع فتحة المهبل، يعني كتشوفها السيدة بعينيها كتهبط لها. هنا كتوصل يعني لدرجة أنها خاصها الاستيريكتومي، سورتو فاش كتكون مثلا سيدة صافي والدة ومسالية، يعني مسالية كاع الولادات ديالها، ولا كتكون وصلت لسن اليأس، ولا السيدات اللي كيكونوا بارفوا كبارات في العمر وكيوقع لهم هذا المشكل هذا ديال الهبوط الرحم، او لا كطيح ليها الوالدة كما كنقولوا بالعامية ديالنا. هنا فصافي كتوصل لمرحلة ديال الاستيريكتومي، يعني خاص تحيد لها الوالدة ديفينيتيفمون. وبطبيعة الحال هنا خاص قبل ما تحيد الوالدة كيكونوا بزاف ديال الإجراءات، بزاف ديال التحاليل، بزاف ديال الحوايج اللي يعني ما غاديش يرجعوا عليها من بعد هذا الاستئصال، هذا يرجع عليها بالضرر. هادو هما يعني المراحل ديال العلاج، كاينين عندنا خمسة كما قلت لكم. الأولى كتكون بتمارين رياضية، يعني كيكون تغيير في نمط الحياة، يعني كدير تمارين رياضية كتحافظ على رسمات الثقل وكتحمي نفسها من الإمساك. تاني حاجة اللي قلت لكم هي هذيك لاباغي اللي كيركبوا في المهبل باش كتشد كتكالي هذاك الرحم وما كتخليش تهبط. ثالث حاجة هي العلاج بالليزر، رابع حاجة هي الزراعة، وخامس حاجة هي الاستيريكتومي توتال، يعني كيحيدوا لها الوالدة ديفينيتيفمون. هادو هما الخمسة ديال الطرق اللي كاينين في العلاج ديال هبوط الرحم. نتمنى انني نكون شرحت لكم مزيان ووصلت لكم المعلومات اللي خاصهم توصلوا. والسيدات اللي كيعانيوا من هاد المشاكل هذه دائما كنقول لكم انا خاص استشارة طبية، خاص دائما ترجعوا الطبيب معالج اللي يكون اخصائي، يعني يكون في لو دومين ديالو، باش هكا تعرفوا شنو خاصكم ديروا، ما تبقاوش تضيعوا في الوقت ويعني وتبقاو تجربوا علاجات يقدر نتوما ما يناسبوكمش. مثلا يكون عندك هبوط رحم ملحوظ وتبقاي ديري غير تمارين، هنا ما كيناسبكش وما غاديش يقضيو لك حتى شي غرض، او لا يكون مثلا عندك غير هبوط خفيف وتمشي ديري جراحه. يعني هنا دائما كنقول لكم ترجعوا الاخصائيين اللي هما يقرروا شنو العلاج الخاص بالحاله ديالكم. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هاد لا فيديو هادي. الناس اللي عجبهم الفيديو ما تنساوش تخليوا ليا جيم واشتراك في القناه باش هكا تشجعوني نزيد نحط فيديوهات اكثر. وتهلاو ليا فراسكم وامسيتكم سعيده، وبسلام عليكم.